بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول غلب عليه الطابع التكتيكي من جانب النادي الاهلي، وكان ممكن كمان نطلع كسبانين 1 بكره صلاح محسن. كنا بنتكلم قبل المباراه بالشكل التكتيكي اللي انت بتتكلم عنه ده في معظم اللعيبه اللي هي موجوده، خاصه في، انا هكلمك على شكل محمد فخري وصلاح محسن وبيرستا وميكسيوني. انا كنت متخوف من حاجه واحده، ان هي ازاي اعمل بيلت للهجمه. وصلنا في جري كتير في الملعب، في جري، في تمركز النهارده كويس قوي، تمركز كويس، مش مخلي خطوطك قريبه، مش خلي مساحات لفرقه المصري انها تهاجمك، بيضطروا برضو يعملوا الطويله لاختراقات عبد اللطيف جريندو. انت النهارده مفيش خوف عليك في المباراه، انما انت راجع تلت ملعب كويس ومدي ارتياحيه كبيره قوي لعيبه المصري انهم يستلموا، تحسس بيهم ان هم مشاركينك في وفين وفين. ايه الكره الوحيده اللي اتلعبت ثرو باس لصلاح اللي انت بتتكلم عنها محسن، وطبعا حطها بس لو شاطها، لو عملها باي طريقه غير الطريقه دي، اي شاطها في الجون جون كانت هتخليك ليك الاسبقيه، وكان عايز يعملها بوش رجله جت في راسه، كان هيخليك ليك الاسبقيه في التهديف. ونظريه المدرب او بالشكل اللي هو لعب بيه ده كانت هتبقى ناجحه. ايوه، انما اللي انا مش حاسس بيه في الشوط بدايه بناء الهجمه، بتحاول من ناحيه محمد هاني وبتحاول من ناحيه محمد اشرف كويس، لدرجه واحنا قاعدين بنتكلم بقت العرضيه بتيجي من بعد ما نعدي خط النص الملعب، ما بقاش فيه تحركات. ميكسيوني بيعمل اللي عنده كله جري كتير قوي، بس دي امكانياته. يعني محمد فخري عايز فرقه تبقى واقفه على رجليها كويس قوي عشان يقدر يطلع الفرديات اللي عنده. موقف ككل محتاج لعيب في ال 18 يكون عامل هزه لفرقه المصري، فرقه المصري واقفه مستريحه يعني، عشان جت سرقوا في الكوره اللي هي بتاعت صلاح محسن. انما لو في لعيب كمان موجود في ال 18 زي ما كان عندنا النزعه بتاعت المباراه اللي فاتت، اي كوره تلاقي اربعه في ال 18، دي مش موجوده. اللي موجود هو صلاح محسن بس، وبيرسي تاو بيحاول يمشي عرضيات كتير، راجل بيعمل كل المجهود اللي يقدر عليه، بيحاول يخلص، بيعمل، عايز يعمل اي حاجه. انما بدايه الهجمه والتحركات لبعض انا مش شايفها في الشوط ده. صحيح. طيب كابتن اسامه، رايك في الشوط الاول، وهل مستر سواريش هيفضل يلعب بنفس الاسلوب، يلعب نص ملعب، ولا ممكن يغير اسلوب اللعب في الشوط الثاني؟ ما اعتقدش انه هيغير الاسلوب اللعب، لكن واضح انه واخد الخط ده من اول الشوط. اولا الشوط اقل من المتوسط من الفرقتين، يعني صحيح المصري يمكن سيطرته على الشوط اكتر، بس ما فيش خطوره خالص على علي لطفي. نفس الشيء النادي الاهلي لما بيمسك الكوره ما فيش خطوره خالص على عصام ثروت، يمكن الكره الوحيده اللي هي راحت لصلاح محسن وحطها بغرابه، يعني كان يقدر يتصرف فيها احسن من كده بكتير. اولا انت عندك كذا حاجه، كذا مشكله. ممكن العب تلتين ملعب، بس لما اعمل هجمه تبقى فيها خطوره. انت لا بتشتغل من على الاطراف، يعني محمد اشرف ومحمد هاني ما شفناش طلوع كتير على الاطراف عشان يعملوا كرات عرضيه، لا في اختراقات في العمق، وفي تمرير مثلا في العمق لصلاح محسن لميكسوني لبيرسي تاو، تسديد على المرمى، مفيش تسديد على المرمى، بعاد عن بعض. نفس الشيء المصري على فكره، المصري بقول لك يعني يمكن مسيطر اكتر شويه بالذات في النص ساعه الاولى، لكن برضو ما عندوش اي اختراقات. هو بيحاول يعمل كرات طويله خلف الثلاث مدافعين بتوعنا، سواء لجريندو او لاوستن اوموتو، لكن مش ناجحه. يعني شوط انا شايف انه اقل من المتوسط، برضو يعني الفرص فيه منعدمة، هي واحدة بس. فنتمنى الشوط يتحسن عن كده، الشوط الثاني يتحسن عن كده، وأعتقد إن لازم يحصل تغييرات في النادي الأهلي بالذات في التلت الهجومي، لأن ما فيش أي خطورة واضحة يعني. صحيح كابتن عادل، نتيجة منطقية طبقا لأحداث المباراة أو لأحداث الشوط الأول، ما كانش فيه تقريبا خطوره على المرمين باستثناء كره صلاح محسن. انا شايف ان في تحفظ رغم ان المباراه يعني مفترض يكون فيها جوان كتير، لان طالما الاهداف واضحه ان انت
لازم يبقى فيها اهداف كتير، ولكن حته عدم مش تجانس يعني عدم التركيبه التكتيكيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، يجب في الشوط الثاني يبقى في تغيير على الاقل، لازم تشيل واحد من الثلاثي اللي ورا، يعني لازم تلعب باثنين دلوقتي، وعندك كريم فؤاد شغال كويس، لو انت عايز تغير غير واحد من الثلاثي ودخل محمد هاني ولعب كريم فؤاد لو انت عايز تلعب محمد هاني، لكن انا في رايي ان محمد هاني يغير وينزل كريم فؤاد. حاجه تانية، محمد فخري ومحمد محمود لازم يبقى ليه دور كويس، محمد محمود في الفتره دي لما ياخد هيبقى افضل كتير. محمد محمود هو ده مكان محمد فخري الطبيعي؟ لا، فخري بيلعب احيانا بيلعب تحت الراس حربه، بيلعب ناحيه الشمال في الجزء الامامي اكتر، ولكن في كمان انا اتمنى ان هو محمد نصير ياخد محمد نصير لعيب كويس قوي ويلعب في الديفندر، مش يلعب سيرت باك كمان يعني يلعب ديفندر هيعمل حاجه كويسه، وزياد طارق ممكن ياخد. فانت في الوقت ده اقدر اقول لك ان لازم يبقى في تعديله شويه في الملعب، لان انا شايف الملعب ما فيهوش اللي عايز اقول لك الايه، المجموعات اللي ممكن واحنا بنهاجم نعمل زياده واحنا بندافع نعمل زياده. انا حاسس انه في مركزيه شويه واللعب ما فيهوش التحركات الجيده، علشان كده لازم يبقى في تغيير على الاقل لمكسيوني وصلاح محسن ومحمد فخري ومحمد هاني. صحيح. كابتن بلال، انت على المستوى الدفاعي التنظيم جاي ومفيش خطوره على مرمى النادي الاهلي، ولكن على المستوى الهجومي لا. بص، هو الراجل واضح ان هو مركز شويه على الاداء الدفاعي، تمام؟ حتى في تصريحه المباراه اللي فاتت قال ان احنا يمكن المباراه الرابعه او الثالثه على التوالي ما بنجيش فينا جول وبندافع بشكل كويس، واضح ان هو واخدها ستيب باي ستيب، فاهم قصدي؟ ادافع كويس، اعمل تنظيم دفاعي، وابتدي اشتغل على الناحيه الهجوميه، يعني بدليل انك انت التغييرات كلها في الخط الهجوم. يعني انت النهارده لما تيجي تبص على فرقه النادي الاهلي هتلاقي الثلاثه اللي ورا ثابتين، خد بالك، بيبتدي يغير في يعني ابتداء من النص، والجزء الامامي متغير بالكامل. طب الحلول ايه الشوط الثاني التغيير؟ احنا اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا يا كابتن وحصلت، بس كان تنفيذها ما كانش افضل حاجه، ان هل ممكن نشتغل على الهجمه المرتده السريعه؟ قلنا ممكن نشتغل على الهجمه المرتده السريعه، عملنا هجمه مرتده سريعه، عملنا هجمتين النهارده جيدين، بس كان الفينش بتاعهم مش جيد، يعني واحده صلاح محسن والثانيه اعتقد مكسوني او بيرسيتاو، ما قدرناش نستغل افضل استغلال في الماتشات اللي زي دي. لما بتلاعب فرقه زي المصر كده انت خلاص، وانت كمان بتعيد ترتيب اوراقك كمدير فني، بتشتغل على حاجه زي دي، بتشتغل على واحده طول الماتش، تمام؟ مقفل كويس النادي الاهلي شكل كويس دفاعيا، مقفلين كويس، مراقبين كويس، الثلاثه السنتر باكس بتوعنا عاملين ماتش جيد جدا، رقابه في 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 تغطيات، فانت عامل دور دفاعي جيد. ينقصك الحته الهجوميه، انت بتلعب في الماتشات اللي زي دي على هجمه، صح؟ هجمه تكون منظمه، هجمه مرتده، كره ثابته، جات لك مرتين، كان ممكن تقدر تسجل، كان ممكن تقدر تسجل. يعني انت لما تيجي تبص ما بين سيطره المصري على الماتش والهجمات اللي ليها نسبه تسجيل اعلى، لا، الاهلي جاله فرصتين محققين ممكن يسجل منها الاقرب انه يجيب منها واحده بتاعت صلاح محسن اللي يعني مش عايز اقول ضيعها برعونه، ضيعها بغرابه، بس هو ما اجتش في التصرف فيها، كان ممكن يستنى عليها سنه كمان او يلعبها بسرعه يحطها من فوق الجول او من على جنب من ممكن يستعين بمين على الدكه الشوط الثاني؟ والله بص، ممكن مكان ميكيسوني يلعب بزياد طارق، يعني ده التغيير الاوقع في الوقت الحالي، تمام؟ ويلعب بقى بالطرفين معتدلين شويه، هيلعب زياد طارق ناحيه الشمال، يلعب بيرسيتاو ناحيه اليمين، صلاح محسن في القلب، او يغير صلاح محسن ناحيه الشمال، بيرسيتاو في القلب. ما اعتقدش ان، او ممكن كمان يبقى حسام حسن ليه دور، ممكن يعني من وجهه ليه دور النهارده، يعني انا شايف برضو لو عايز يغير صلاح محسن يلعب بحسام حسن ميد فيلدر، برضو يعرف يقف على الكوره، يعني انا مش شايف ان صلاح محسن في افضل حياته الحقيقه، تمام؟ سريع ممكن يساعدك في حاجه مرتده، لكن الفينش بتاعه واضح انه في يعني اهتزاز في الثقه شويه، فممكن يبقى حسام ممكن يستعين محمد محمود الشوط الثاني مثلا على حساب. انا شايف الاثنين اللي في النص، فخري وديانج، ماشيين بشكل كويس، مش وحشين. ممكن زياد طارق، لانه ما فيش اختراقات خالص لا من الظاهرين ولا من مكسوني، وبيجي لهم مواقف كتيره ان يعدوا قدام واحد على واحد، بيرجع بيها كتير، بيرجعوا. فزياد طارق هو اللي ممكن يعمل دي، صحيح. حتى لو قليله عنده، يعني مش بصفه مستمره في الشوط، بس هيقدر يعملها. صحيح.
وما نتمنى توفيق النادي الاهلي الشوط الثاني. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.